السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي دائما ما تشارك معكم الحصري والجديده، حصريا يعني منحه مغريه في حال الفوز، والاداره تضع الكره في مرمى اللاعبين. صراحه لا عذر امام اللاعبين اطلاقا، والامور قد تنقلب في حال اي نتيجه غير الفوز. يعني صراحه نتمنوا لهم ان شاء الله يا ربي كل التوفيق. يعني احد اعضاء مجلس الاداره اكد انه سيتحمل المسؤوليه. احنا نتمنى ان شاء الله انهم يفوزوا، لانه اعطاهم منحه مغريه في حال الفوز، على بان المباراه هذه راهي مباراه بست نقاط باتم معنى الكلمه، و الكناري مطالب بالفوز. صراحة اللاعب السلبي مرفوض، والإدارة ستكون مفتاح السر. يعني أنصار الشبيبة مستعدون للحضور بقوة، ومصلحة الفريق فوق كل اعتبار. يعني الكل يريد أن يساهم في هذا الفوز لشبيبة القبائل بإذن الله، باش يدعم الشبيبة. شلول يرفض أي تأثر أمام هذه المباراة، يعني صراحة، وينتظر فوزا مقنعا. اللاعبون يؤكدون أنهم استوعبوا صراحة الرسالة جيدا، والميضة يؤكد لك اللاعبون يدركون جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقهم. طبعا على بالنا باللي الحاكم مشايرية لإدارة هذا اللقاء، يعني يوم السبت إن شاء الله. نتمنى لهم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق، نتمنى لهم الفوز الأودى بالنقاط 6 لما لا بإذن الله. فقط خليونا الآراء تاعكم في التعليقات.